هلا والله حبايبي، كيف أموركم؟ إن شاء الله إنكم بألف خير. برحب فيكم بالحلقة الرابعة من سلسلة استعادة مجد العراق. بالحلقة الماضية عملنا كثير شغلات، أنعشنا الاقتصاد، صار عندنا فائض بالميزانية تبعتنا، 21 مليار زي ما أنتم شايفين عندنا فائض بالميزانية. برضو بالحلقة الماضية الوظائف، نسبة البطالة في العراق صارت 0%. يعني كل العراقيين الآن متوظفين. بالحلقة هاي رح نعمل اشي كثير قوي. طبعا زي ما انتم شايفين الاحتلال الاسرائيلي دولة مستقلة ومعترف فيها دوليا، للأسف طبعا علاقاتنا فيها علاقات خضراء جيدة جدا يعني للأسف. بهاي الحلقة اول اشي رح اعمله رح يكون هو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي. راح نسكر سفارتنا لدى الاحتلال الإسرائيلي، وراح نسكر أيضا سفارتهم عنا. أيضا راح نمنع دخول رئيس الوزراء الخاص بالاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، وراح نمنع إنهم طياراتهم تمر من الأجواء العراقية. هذا مبدئيا. طبعا العراقيين راح يزعلوا للأسف، هيك هي نمط اللعبة، يعني انه انت هيك سيء بالسياسة الخارجية، بس انا عندي قومية عربية وانا رجل وطني شريف، فانا مستحيل اسمح انه تكون علاقاتي خضراء مع الاحتلال الاسرائيلي. هاي واحد. اثنين، برضو رح نعمل حظر لبيع الاسلحة على الاحتلال الاسرائيلي. ما رح نبيعهم اسلحة نهائيا ولا نستورد منهم اسلحة. بهاي الطريقة احنا بنكون خربنا العلاقات بيناتنا المفروض. برضو هي سكرنا سفارتهم عنا، هيك ما صار في بيناتنا اي صلة بيننا وبين الاحتلال الاسرائيلي. اوكي، بعد هيك خلينا نتفرج على القوات العراقية. قديش عنا احنا قوات في العراق؟ عنا مبدئيا مجموع جنودنا عبارة عن 260 ألف جندي. جميل جدا. عندنا 809 دبابات من الدرجة الأولى، عندنا 49 دبابة من الدرجة الثانية، وعندنا 8 طائرات حربية فقط من الدرجة الأولى، و13 هوليكوبتر فقط من الدرجة الأولى، و44 سوري، و44 قاذفة صواريخ من الدرجة الأولى، و8 سفن حربية من الدرجة الأولى. برضو عندنا 1788 بالقوات الخاصة. اللي راح نعمله اليوم راح نقارن قوتنا العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل عندهم 176 ألف جندي، عندهم 6750 دبابة من الدرجة الأولى، وعندهم 500 دبابة من الدرجة الثالثة. طبعا دبابات الدرجة الثالثة وأي سلاح من الدرجة الثالثة هو إشي جدا عنيف وجدا قوي، ويعني بدمر الدنيا. حتى لو كان عددهم 500 بس هم كثير قويين بهاي الشغلة. 440 طائرة حربية من الدرجة الثالثة. طب أنا بالعراق عندي 8 طائرات حربية ومن الدرجة الأولى، يعني أنا ما عندي إشي. عندهم 84 هوليكوبتر من الدرجة الثالثة، 294 قاذفة صواريخ من الدرجة الثالثة، ثلاث حاملات سوري ثلاث طرادات من الدرجة الثالثة، و46 بالقوات الخاصة. عندهم 85 درون من الدرجة الثانية، و10 درون من الدرجة الثالثة. طبعا الدرون من الدرجة الثالثة بتقدر انه بس تعمل فيها استطلاع، بس الدرون من الدرجة الثالثة الثانية حكينا استطلاع، الثالثة من خلالها بتقدر تقصف اهداف. وبس للأسف احنا ما عندنا هاي التكنولوجيا بالعراق، وممنوع نستورد أسلحة من دول الخارج للأسف، فما بقدر أجيب هاد السلاح من العراق. اوكي، بعد ما اطلعنا على الفرق بين قواتنا وقواتهم، لاحظنا انه احنا وضعنا سيء جدا جدا جدا. يعني ما نقدر نخوض حرب مع الاحتلال الإسرائيلي لأنه حتما راح نخسر. فاللي راح نعمله اليوم راح نجهز الجيش بطريقة قوية جدا، بحيث هلا احنا بنعرف بالحلقات الماضية حكيت لكم انه احنا ما بنقدر نشتري مثلا دبابات من الدرجة الثالثة، ممنوع نستوردها من اي دولة. اي سلاح من الدرجة الثالثة احنا ما بنقدر نشتريه، وفي اكم من سلاح بنقدر نشتريهم من الدرجة الثانية، بس اكم من سلاح، فاهمين علي؟ فقط اكم من سلاح، الباقي كله من الدرجة الاولى.
يعني بيلزمنا أعداد. إذا شغلنا راح يكون عن درجة الأولى، يعني الكواليتي أو الجودة تبعت هاي الأسلحة راح تكون قليلة. فأنا شو راح أعمل؟ راح أجيب منها عدد كبير، فبالتالي راح يصير عندنا القوة قوة كبيرة، لأن العدد كبير. حتى لو كانت الجودة قليلة بس العدد كبير راح يعطيني قوة كبيرة. فأول إشي إحنا عملناه الحلقة الماضية، شرينا 200، مش الحلقة الماضية، بالحلقات اللي فاتت إحنا شرينا 250 قاذفة صواريخ. مقارنة مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل سريع، كمان مرة نشوف كم عندهم قاذفة صواريخ. عندهم يا سيدي، لحظة، عندهم 294 قاذفة صواريخ بس من درجة ثالثة، وهي ثغرة، ثغرة عند الاحتلال الإسرائيلي، إنه هم ما بيعتمدوا على قاذفات الصواريخ بشكل تام. أنا عندي 250 قاذفة صواريخ من درجة ثانية، راح توصلني بداية العام الجديد أو بنص العام الجديد اللي هو 2017، يعني بعد سنة تقريبا. أنا ما راح أكتفي ب 250، راح أرفع العدد لحد ما يوصل عندي 1000، 1000 قاذفة صواريخ. طيب هيك صار عندنا كمان 250، هلا بنعمل كمان 250، بصير عندنا 1000 شوي. يعني هيك صار عندنا 1000 قاذفة صواريخ تحت الطلب. أنا بقترح إنه نزيدهم ل 1500 حتى يكون عندنا نتفوق بمجال القوة الأرضية بشكل مش طبيعي. تمام، 250. اوكي، عندنا 1500 قاذفة صواريخ هيك بيوصلوا بمنتصف العام الجديد. طبعا اسعارهم خيالية فعليا، ال 250 قاذفة صواريخ بتكلفنا بحدود المليارين، فاحنا عم نحكي عن ارقام كبيرة راح تسوي وتسبب عجز في الميزانية. بالنسبة للهوليكوبترز، احنا راح نجيب 500 طائرة هوليكوبتر، 500 طائرة هوليكوبتر بيوصلونا ب 29/1/2017. اوكي، زي ما انتم شايفين انا عندي حاليا 13 طائرة هليكوبتر وطلبت 500. اوكي، ننتقل للدرونز. الدرونز بالنسبة لنا راح نكتفي ب 100 طائرة درونز، هي للاستطلاع، وانا بصراحة ما بعرف استخدمها بهاي اللعبة، راح نطلب 100. اوكي، بالمناسبة هذا عدد الصواريخ، عندنا عدد الصواريخ 185 صاروخ. يعني قاذفات الصواريخ اللي عندنا والطائرات الحربية اللي عندنا والسفن الحربية اللي عندنا كلها بس عندها 185 صاروخ، وهذا رقم كثير قليل. فإحنا راح نرفعه مبدئيا 1000، وبكلفنا طبعا شايفين بكلفنا 290 مليون، مش مشكلة. وراح نرفعهم كمان 1000، وراح نرفعهم كمان 2000، هيك صار عندنا 4000 تحت الطلب. طبعا لما يوصلوا بيزيد عنا العدد هون. اوكي، بالنسبة للطائرات الحربية، الطائرات الحربية عند الاحتلال الاسرائيلي عندهم كأنه 440 طيارة، زي ما حكيت 440 طيارة بس من الدرجة الثالثة. فأنا شو راح أعمل؟ راح أجيب عندي فعليا 1380 طيارة، 1380 طيارة حربية من الدرجة الأولى. طبعا بتعرفوا بالبداية راح اطلب، طبعا هلا راح تشوفوا معي، انا لو اجيت اطلب هون مثلا 200 طيارة راح يصير عندي مشكلة، انه بتوصلني ال 200 طيارة ب 19/4/2017. طب انا بدي 1800، فانا شو راح اعمل؟ بما انه انا بدي تقريبا 1400 طيارة، راح اطلب، راح اوقع على هاي الاتفاقية 7 مرات. فهمتوا كيف؟ هيك بصير عندي انا 1400 طيارة وانا ما عندي مشكلة. طبعا بكلف، طبعا بكلف 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 كثير الموضوع، بكلف كثير بشكل مش طبيعي. يعني هلا انتبهوا معي قديش قيمة الصفقة الواحدة بالنسبة ل 200 طيارة، بتكلفنا 10 مليار. متخيلين؟ بتكلفنا 10 مليار وانا بدي لسه 1400 طيارة، فهاي تكلفة كبيرة. طيب هيك زي ما انتم شايفين انا عندي 1400 طيارة تحت الطلب، وعندي فعليا بالعراق 8 طائرات حربية. نيجي للموضوع المهم اللي هو الدبابات. الدبابات عند الاحتلال الاسرائيلي عندهم من الدرجة الاولى تقريبا 6700 دبابة. انا اللي راح اعمله راح اطلب 10000 دبابة. فعليا هون بقدر اطلب فقط 1000 دبابة. فانا راح احاول قد ما اقدر انه
هلا سوري، هون بقدر اطلب 1000 دبابة. 100 100، بس متى بتوصلني ال1000 دبابة؟ ب 3/7/2018، يعني هيك بتأخر كتير والوقت مر بصعوبة. فأنا لو أجرب إنه أحط 500 دبابة بتوصلني ب 5/11. أوكي، بنجرب 250 دبابة بتوصلني ب 3/7/2018. أو سوري، لو نحطها 250 دبابة بتوصلني ب 29/5/2017. ممتاز ممتاز. هلا راح اعمل مجموعة صفقات لبين ما اوصل 10,000 وبرجع لكم مباشرة. وهلا صار عندنا 10,000 دبابة تحت الطلب. زي ما انتم شايفين العدد الحالي للدبابات هو 127 دبابة من الدرجة الأولى، واللي تحت الطلب عندنا 10,129، أو هو فعليا الهدف اللي بدنا نوصل له اللي هو 10,129. يعني في عندنا 10,000 دبابة تحت الطلب احنا عم نستنى توصلنا. يعني خلينا نحكي احنا هلا ب 4/5/4/5/2016، ب 29/5/2017 راح يكون كل هاي الأسلحة اللي احنا اشتريناها راح تكون موجودة عندنا. راح يكون في عندنا 1408 طيارات، راح يكون في عندنا 100 درون، راح يكون عندنا 513 طائرة هوليكوبتر، 1500 قاذفة صواريخ، راح يكون في عنا 10,129 دبابة. فعليا لما نيجي نتطلع هون على الاحتلال الإسرائيلي، نقارن بيناتنا اللي هي القوة العسكرية، الفرق بيننا وبين الاحتلال زي ما انتم شايفين احنا وصلنا لهذا الحد سوري، الاحتلال اقوى منا، بس بالاقتصاد احنا اقوى من الاحتلال. زي ما انتم شايفين الاحتلال بالاخضر واحنا بالازرق. اوكي، نجرب نعمل ستارت للعبة نشوف شو بيصير بعد ما قطعنا علاقاتنا بالاحتلال الإسرائيلي، شو ردة فعل الناس. لهلا ما في أي رد فعل، وأنا مستغرب صراحة. زي ما انتو شايفين احنا مسكرين السفارة عندهم، برضو مانعين انه رئيس وزرائهم يدخل. اوكي، هيهم بيحكولي انه الفورين بوليسي هم غاضبين منها. فأنا شو راح أعمل هلا؟ راح أعمل منظمة دولية جديدة بنسميها مثلا عراق، نسميها عراق ماركت. أوكي، هاي المنظمة هدفها هو إنه يكون بين الدول الأعضاء في تجارة حرة بدون أي ضرائب على السلع اللي فيها. فأنا خلينا نسميها اختصارها يعني اي ام. اوكي، اي ام. خلينا نختار المقر الرئيسي للمنظمة بغداد. بدنا نرفع احنا من قيمة العراق وبغداد اللي هي عاصمة العراق مدة تولي الامين العام منصبه، كل سنتين بنغير الامين العام. طبعا هنا في عنا الميزانية تبعت المنظمة، التمويل لإلها بيجي من البلد المنشئ لهاي المنظمة. بالنسبة للعراق راح يمول هاي المنظمة 1 مليار دولار كل سنة، بينما الدول الأعضاء ما راح يمولوا نهائيا. أنا مستعد أمول حتى خليها هالقد، شايفين 2,396,000,000، وكل الدول مسموح لها انها تشترك معنا. التصويت راح يكون بالنسبة للأغلبية. نعمل إنشاء للمنظمة، بعد هيك ننتقل نطلب اجتماع مع رئيس الولايات المتحدة. بدنا نعمل هلا طبعا الاتفاقيات اللي عملتها انا العسكرية مع السوق السوداء اللي هي لشراء الأسلحة. بصراحة انا ما عديت قديش بتكلفني يعني، بس راح تكلفني كثير، ومن هون للسنة الجاي راح يصير عندي عجز كبير جدا في موازنة الدولة. لكن مع هيك احنا بهمنا جيشنا يكون قوي، وفعليا اذا احتلينا المنطقة هاي اللي هي منطقة الاحتلال الاسرائيلي، انا ما بحب اسميهم اسرائيل بصراحة، بسميهم احتلال لانهم فعلا احتلال، فراح اتغلب شوي وانا بحكي. بالنسبة لهاي المنطقة إذا احتليناها زي ما أنتم شايفين راح نقدر نسيطر على تكنولوجيا صناعة الدبابات والأسلحة من درجة ثالثة. فهيك بيكون عندنا قوة عسكرية كبيرة، يعني راح نبطل نشتغل على الدبابات اللي من الدرجة الأولى والطائرات اللي من الدرجة الأولى، راح نصير نشتغل بالدرجة الثالثة
وراح نطور أسلحتنا وراح نطور البحث العلمي زي ما راح نعمل هلا. راح نطور البحث العلمي عشان نوصل لأقوى حد من الاختراعات أو أكبر حد من الاختراعات. راح أزيد عدد الموظفين في البحث العلمي أو عدد الباحثين، بدل 17 ألف راح أزيد عددهم ل 34 ألف باحث، وإن شاء الله إنهم يشتغلوا معنا. نعمل ستارت للعبة ونشوف اجتماعنا مع رئيس الولايات المتحدة شو راح يكون. برضو خليني نطلب اجتماع مع الرئيس الفرنسي، بدنا نعمل علاقات قوية برضو مع الدول العظمى، يعني خلينا نحكي مين كمان. اوكي استنى الاجتماع، ممكن نجتمع مع مصر، نجتمع مع مصر. اوكي هذا اجتماعنا مع رئيس الولايات No thanks. المتحدة. سوري بديش اعمل معك اتفاقية عسكرية شوي، خلينا نبلش نبيعك. خلينا نبيع الولايات المتحدة من انتاجنا الحربي، نبيعه 4 حاملات طائرات، 4 مش 5. نجرب هيك. الله مستحيل يا جماعة، وافق عليها بدون اي نقاش. قيمة الصفقة 16 مليار، انتم متخيلين؟ وأخذ 4 حاملات طائرات. حلو ممتاز، معناته ممكن يكون يعني زبون مميز للعراق فعليا. اوكي نبيعه طائرات حربية. لو حكينا نبيعه مثلا 200 طائرة حربية، اوكي نجرب بهذا الرقم. اوه ماي جاد 70، اوكي هي بعناه 200 طائرة حربية، رائع جدا. طيب خلينا نبيع الولايات المتحدة كمان من إنتاجنا العسكري، ما بكفي هيك، نبيعهم دبابات. يس دبابات، ليش لا، بيعوا كمان 400 دبابة، 390. أوكي ولا تزعلوا، ونرفع السعر 6 مليون، نحاول نتفاوض. ممتاز جدا، صفقة رائعة. ايش كمان ممكن نبيع لأمريكا؟ ما بعرف، هوليكوبترز، بيعوا 200 هوليكوبتر مثلا. والله واو، يعني ما بيغلبني كثير الرئيس الأمريكي، بيشتري بيشتري. نبدأ نبيعه كمان 100 طيارة حربية، والله عجبني الموضوع أنا، أو 150 نجرب معه، إذا رضي رضي، ما رضي بلاش، ما رضي. اوكي بسيطة، ترى نعمل مع اتفاقية تحالف. كانسلد. طيب نعمل مع اتفاقية عدم اعتداء، برضو كانسلد. اوكي مش مشكلة. هيك كان هنا اجتماعنا مع الرئيس الامريكي، بعناه يعني اشياء كثير بعناه. اوكي اجتماعنا مع الرئيس No الفرنسي، thanks. شوف شو ممكن نعمل معاه. بدناش نبيعه احنا اشياء حربية، بدنا نبيعه بنزين. جرب نبيعه بنزين، بده بنزين والله. جرب نبيعه بهذا الرقم 138. لو حكينا هيك وافق. ممتاز جدا، Very kind. هيك انهينا اجتماعنا مع الرئيس الفرنسي. عظيم. طبعا يا جماعة ما بتتخيلوا ايش صار معي. اللي صار معي انه علقت اللعبة قبل شوي، فاضطريت. طبعا انا مش مسيف، يعني الاشياء اللي عملتها ما عملت لها سيف، فاضطريت ارجع اعمل كل الاتفاقات العسكرية من اول وجديد، كلهم رجعت عدتهم كمان مرة. بس مش مشكلة، المهم نطلع احنا بحلقة قوية. اوكي حكينا القوات الخاصة بدنا نحاول نزيدها. اوكي نجرب نزيدها لحد 4000، طبعا بتكلف هي بس
تكلف اوكي، بس مش مشكلة، المهم يكون عندنا قوات خاصة. طيب اجتماعي مع الرئيس المصري خلص لغنى، مش مشكلة يا اخوان. حتى رجعت اتفاقياتي مع امريكا ومع فرنسا، موضوع معقد جدا. اوكي بالنسبة للمنظمة الجديدة اللي عملناها اللي هي عراق ماركت، بدي اعين لها امين عام. اوكي الامين العام راح يكون اكيد راح اخليه من حزبي مش من حزب تاني، لانه لو تشوفوا شعبيتي عند الاحزاب التانية متحسنة، بس قبل شوي او قبل كانت كثير سيئة. بس انا عشان اضمن انه حزبي يكون معي، لانه عشان اضمن انه هذا الامين العام لهاي المنظمة انه يكون معي، فانا راح اختار واحد من حزبي تكون شعبيتي عنده عالية. مش مهم مين هو، لانه حزبي انا كلهم ناس شاطرة وفاهمة وعارفة كيف ممكن نرجع العراق لا يعني لبلد عظيم. فيلا نختار مختار، لا اسمه مش حلو. نختار واحد هيك اسمه جميل، لانه احنا الان نحكي عن دبلوماسية. عبد الله مش حلو كتير اسم عيلته، بس زي ما انتم شايفين مش مفهوم. لا كلهم على فكرة أسماء عائلاتهم مش حلوة. أحمد حسيبي، أوكي يلا أحمد حسيبي روح. هلا نشوف، بحكي لي هون أحمد حسيبي إنه أنا بلشت أداوم بمكتبي وشكرا لك على ثقتك، وإن شاء الله إني أخدمك وأخدم هاي المنظمة وإنه نرفع فيها اسم دولتنا. أوكي راح اضل امشي الوقت عبين ما اشوف طلبات دخول، وانا بحكي لكم انه ايش بصير لما يصير في عنا طلبات دخول على السريع. برجع للفيديو. بالمناسبة خلينا نستغل وقتنا من خلال الحلقة الماضية طبعا، بس الجزء اللي ما نعرضه للأسف ما قدرت اعرضه. عملت شبكات تجسس في الخارج، فهلا راح اشرح لكم عنها شوي. طبعا هدول اللي لهلا جهزوا، عملت شبكة تجسس في فنزويلا وفي سوريا وفي روسيا وفي الصين وفي الجزائر. الهدف من شبكات التجسس هاي هو تجسس سياسي. زي ما انتم شايفين الصين لهلا فيها 5، انا راح ازيد فيها العدد ل 20 عميل. راح اعمل برضو شبكة تجسس في عند الاحتلال الاسرائيلي، لانه لقدام بدنا نحاول نعمل معهم مشاكل، نحاول نخلي علاقات معهم سيئة جدا. راح اخليهم 50 عميل، راح اخلي وظيفتهم برضو التجسس السياسي. اوكي نمشي الوقت. صحيح يا اخوان، كنت احكي لكم بالفترة اللي انا رجعت عد فيها كل الاشياء اللي عملتها اللي صورتها، رجعت عد كمان مرة زي ما حكيت لكم، حسبت قديش قيمة الصفقات اللي عملتها. طلع الرقم التقريبي 133 مليار كأنه، أو 123 مليار، يعني رقم كثير كبير. لما نيجي نطلع احنا على الميزانية تبعيتنا، عندنا 139 مليار مدخولاتنا وعندنا 120 مليار مصروفاتنا. يعني لما نطلع 120 مليار مصروفاتنا في الدولة العراقية لكل المؤسسات لكل الوزارات مجموعهم 120 مليار. طب انا زدت كمان 123 مليار على موضوع اللهم صل على سيدنا محمد الانفاق العسكري، زدته 123 مليار. انتم متخيلين؟ طبعا هذا خطأ اقتصادي رهيب، بس انا لازم اعمل هذا الاشي لانه انا بدي اخوض حرب وانا بدي اكون دولة عظمى. لما بدي اكون دولة عظمى بدي اعتمد على الجيش، لما بدي اسيطر على الاحتلال الاسرائيلي راح اكسب كثير مصاري. كونه طبعا عشان نكون واضحين، لما انا احتل بلد ايش راح اعمل؟ مصاري البلد كلها راح تصير الي، يعني بصير 310 مليار هدول راح يصيروا للعراق. فيلا يا جماعة مشيت الوقت لحد ما وصلت 13 أكتوبر 2016، يعني مشيت يمكن 5 شهور. اوكي بالنسبة للمنظمة اللي عملناها ما حدا دخل فيها نهائي، فمش عارف مش مشكلة. المهم عندي هلا اني انا امشي الوقت قد ما بقدر لحد ما نوصل شهر 5 من 2017، عشان
نستلم الأشياء اللي طلبناها والأسلحة اللي طلبناها، وبعد هيك نبدأ بحربنا على الاحتلال الإسرائيلي. يعني الحلقة الجاي بإذن الله بإذن الله راح ننتقل للحرب على الاحتلال الإسرائيلي. في شغلة بدي أحكي لكم عنها اللي هي دقيقة، بالنسبة لشبكات التجسس الخارجية، المخابرات قدرت تجيب لنا وزيرة البيئة بفنزويلا. طبعا هاي الوزيرة راح تكون عميلة إلنا، وفعلا اجتمعت معها وأعطيتها رشوة، وهي راح تبلش تجيب لي معلومات، بس لهلا ما جابت لي أي معلومة. برضو جابت لي المخابرات وزير الزراعة في الاحتلال الإسرائيلي، برضو راح يعطينا معلومات مهمة وحساسة، واجتمعت معاه وأعطيته رشوة كبيرة. ضل عندنا الوزير الروسي، وزير النقل، هلا راح اجتمع معاه قدامكم عشان أورجيكم كيف بتكون الآلية تبعت الاجتماع. زي ما انتم شايفين، هاي وزير النقل الروسي، No thanks. راح أعرض عليه قهوة ورشوة. I'm overwhelmed by your generosity, and I feel we will do a lot of business. بيحكي لي انه انا مبسوط جدا بكرمك، وبتخيل انه احنا راح نعمل مع بعض شغل كتير كبير. فانا Thanks. راح احكي له انه خلينا على اتصال Well. وبس. تمام، بهيك احنا بنكون شغلنا مخابراتنا. المفروض لما يصير في عندنا معلومات يوصلونا هون، بيعطوني المعلومات، فانا ان شاء الله يعني بستنى انه توصلني المعلومات اللي انا لازم توصلني عشان ابتس فيها الرؤساء، عشان اخلي علاقاتنا مع الاحتلال علاقات سيئة جدا، عشان اقدر اعمل حرب عليهم. اوكي، بهيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بتمنى اذا وصلتوا لنهاية الحلقة تشاركوني بالتعليقات شو الاوقات المناسبة اللي انزل فيها الفيديو، يعني اي ساعة. وشغلة تانية، كل قديش انزل فيديو؟ انا فعليا كل 5 ايام تقريبا عم بنزل فيديو، فاذا بتحبوا نكتر عدد الفيديوهات، انه مثلا كل يومين فيديو، انا مستعد، بس انتو احكوا لي بالتعليقات وانا جاهز لاي اشي بدكم اياه. ومشاهدة ممتعة، شكرا لكم.